السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. الله يزيدنا وإياكم بأنوار النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا أهلا أستاذ الحاج، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا لله. نصلي الفجر جماعة إن شاء الله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكان من بين هؤلاء رجل من كبار هذه الأمة، ألا وهو أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وعاش في الخلافة 12 سنة، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، وسمي بذي النورين، ذلك لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية أم كلثوم. وقد ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان. نيئا له يعني. ونحن نسمع بسيرة هيدول، شو بدنا نعمل؟ كمان بنقول بدنا نمشي على الخط، على المسار اللي كانوا عليه، اللي هو مسار الفلاح والصلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. وكان سيدنا عثمان هو أحد العشرة المبشرين. لما بنسمع بسيرة هؤلاء، ها تنزل ونحكي سيرتهم وما كان عليه من الجد والاجتهاد، تنزل علينا الرحمات والبركات، وبنشد العزائم انه نسير على ما كانوا عليه. فالحاصل هو كان احد العشر المبشرين بالجنة، الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بقوله: ابو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده. هلا قديش تفرح أنت بتقول: يا ريت أنا كنت بزمانك يا رسول الله، كون أنا بشرني كمان مثل ما بشرتهم. بس إنما نقولكم كمان يا جماعة، صح مات النبي عليه الصلاة والسلام مش معناته يعني خلص انقطعت البشائر، لا، تبقى في بيناتنا. يعني مثل شو البشائر؟ هلا إذا واحد قال أنا شفت النبي بالمنام، مثال يعني عم بعطيكم يعني. شو بيكون؟ يعني كمان إلك بشرة إنك أنت بتموت على الإيمان، وبتموت على الإيمان، وإن شاء الله تعالى بيكون لك نجاة من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. يعني رحمة كتير كبيرة من الله عز وجل. بيشوف النبي بالمنام، حتى كمان بيشوف النبي بالمنام لابد قبل أن يخرج من الدنيا
أن يراه يقظة ولو هو على فراش الموت. هذا كل إكرام من الله، أكرم الله به نبيه وأكرم هذه الأمة كرامة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج مسلم في فضائل عثمان وأحمد في مسنده أن الرسول قال لعائشة: يا عائشة، ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه؟ هنيئا لك يا عثمان، شو هالمقام العالي الذي أعطاه الله إياه. وأخرج البخاري في فضائل الصحابة ومسلم والترمذي في مناقب عثمان وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل أن جبل أحد قد ارتج وعليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي: اسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. يا سلام، هذا المقام العالي الذي كان لهم. وعن أبي سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان: اللهم عثمان رضيت عنه فرض عنه. هنيئا لك يا عثمان. وفي كتاب حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اشترى عثمان بن عفان من رسول الله الجنة مرتين. حين يعني شو معناته من الأشياء اللي هي بتقرب إلى الجنة؟ حين حفر بئر روما، وحين جهز جيش العسرة. وكذلك روى صاحب الحلية عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان أحيا أمتي وأكرمها. أدي بدنا نحن هيك ناس كمان أيضا مثل سيدنا عثمان شدوا أمر هالأمة هاي بضعف. نحن بنسمع بسيرة هيدول، شو بنعمل؟ لا يحالنا نحن وين؟ هن في القمة صاروا، نحن بعدنا وين؟ بعدنا عم نفتش على نفس أرجيلة إذا كان مثلا يعني هو معسل ولا عجمي ولا نارا ولا نص كفاية، ولا بعدنا عم نفتش على أمور دنيوية، وبعدنا عم تهافت على الدنيا. مع أنه يعني حال البعض من الناس متوفر عندهم الأكل والمشرب والمسكن إلى ما هنالك، وبعده متهافت على الدنيا. لو أنت بتقدم لأبرك ولآخرتك ما هو أكثر من ذلك كان خيرا لك. اللهم قونا على طاعتك بجاه النبي محمد وبجاه الصحابة العشرة وبجاه سيدنا عثمان بما نذكره. وعنه أيضا يعني هذا لما تقول عثمان قال النبي: أحيا أمتي وأكرمها، أمر قليل هيدا كمان أيضا ما نسهل. على كل إن احنا في دنيا دار عمل والآخرة دار جزاء على العمل. وعنه أيضا أن الرسول قال: أشد أمتي حياء عثمان بن عفان. وروى الإمام أحمد رضي الله عنه عن رهيمة جدة الزبير بن عبد الله أنها قالت: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل. طب هو اللي بيعملوا هيك ما بيحسوا بحلاوة العبادة؟ بلا، لأنه الدين يا جماعة إله لذة، الطاعة، القرآن، الصلاة، الصيام. هلا في من الناس الله تعالى بخصصهم بماذا؟ بكثرة الصلاة على محمد. في ناس بخصصهم بقيام الليل، في ناس بالعلم تلاقي غرقان بالعلم، في ناس بتلاوة القرآن، حتى لو بيموت بقبره بيقرأ القرآن. تخصيص من الله عز وجل. بس كل هيدا من الأبواب اللي بتقرب إلى الله. بس أكبر طريق وأعظم طريق وأهم طريق تسلكه: تعلم وعلم، تعلم وعلم. تعرفوا يا جماعة قديش واحد له أجر لما يتعلم ويعلم؟ هيدا شو بدي أقولكم، مثل اللي أهم من اللي بيقوم الليل وبصوم النهار.
أهم من بناء المساجد، أهم من اللي بيقعد بزاوية بيحمل مصبحة بقول كل يوم 12,000 تهليلة، هذا أهم. كلهم هول اللي عم بقولكم يوم تقوم الليل صوم النهار تذكر الله، هيدول ما ننفرض سنة. أما هيدا اللي هو التعلم وعلم والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى حتى في زماننا هذا أهم من أنك تحمل السلاح وتقاتل كذلك، لأنه هذا أهم نشر دين الله تبارك وتعالى. قديش لما شيخنا فات على هالبلد قديش أنقذ ناس، قديش كان في ناس ضايعة بيقفوا بالطرقات في الطرقات يشتمون الله ومحمد والدين والقرآن والشريعة، قديش كان في نساء كذلك أيضا حاسرات الرأس وجاهلات. شوف الله ما شاء الله، فوت على مساجد فوت على مجالس تلاقي عم بيسألوا، لا بتلاقي شباب أول طلعتها تلاقي عم تسأل عن دينها وتتعلم وتعلم وتنتشر في الدنيا لأجل نشر دين الله عز وجل. الله تعالى يجعلني وإياكم من عباد الله الصالحين. وفي الحلية أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال كان لعثمان شيئان ليس لأبي بكر ولا عمر مثلهما، صبره على نفسه حتى قتل مظلوما وجمعه الناس على المصحف. وعن ابن سيرين قال قالت امرأة عثمان بن عفان حين أطافوا يريدون قتله أن تقتلوه أو تتركوه، فقد كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. ركعة، هذا ما من حلاوة العبادة، يقرأ القرآن كله بركعة واحدة. وقد سئل الحسن رضي الله عنه عن القائلين في المسجد، قائلين يعني أي الذين ينامون أو يستلقون في المسجد عند منتصف النهار، يعني بيأخذوا قيلولة يعني. فقال رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة وأثر الحصى بجنبه، فيقال هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين، هيدا أمير المؤمنين. مين في قده اليوم؟ مين في قده؟ ومعه مال، كان يجي يقعد بالجامع ينام بالجامع ويأثر جنبه، يأثر من أثر حصير. وين في اليوم مثل هؤلاء ويقولوا هذا أمير المؤمنين؟ الله يصلح حالنا نحن وإياكم باطنا وظاهرا. وكذلك أيضا كان عثمان رضي الله عنه يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. هلأ إكرام الضيف إيه مطلوب صحيح، إلك أنت أمر آخر. وقد قتل رضي الله عنه يوم الجمعة 18 ليلة خلت، وقيل 13 ليلة من ذي الحجة سنة 35 للهجرة، وذلك إثر ثورات قام بها بعض أصحاب الفتن، ودفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة. وما هذه الشمائل التي ذكرناها لعثمان بن عفان رضي الله عنه إلا غيض غائض من فيض فائض في بحر فضاء الأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. بس إنما نحن نسمع مثل هذه الأشياء هذا الشيء بقربنا زيادة بالدرجات نصير على مساري. هلا قد كمان واحد يسأل شو خصصت اليوم سيدنا عثمان يعني بالدرس هيك، ما بدأت بأبو بكر؟ جوابنا لذلك أيضا يعني تعرفوا نحن بنقول دائما الدين النصيحة، ونحن قد سبق وحكينا بنصائح كتير وتحذيرات إلى ما هنالك. ليش واحد منحوس اتهم سيدنا عثمان بالشرك؟ شوف هالفضائل كلياتها وقال عنه مشرك والعياذ بالله، قال ألا وهو هذا الإنسان اللي افترى على سيدنا عثمان رضي الله عنه، الذي نسب لسيدنا عثمان أنه قال لو قال كذاب يعني عم بكذب عن سيدنا عثمان، قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. عثمان بن عفان
قلبه بعم طهر، هذا اللي بيقرأ القرآن كله ركعة واحدة، واللي النبي ذكر فيه هذه الأشياء ثم زاد في كذبه قائلا: فالعلة عدم طهارة القلوب، لو طهرت مما لو طهرت من الشرك، لو طهرت من التوكل على غير الله، لو طهرت من آثار المعاصي، لو طهرت من خشية غير الله. وكلام هذا الإنسان هذا فيه اتهام صريح لسيدنا عثمان بن عفان، هذا حسن قاطرجي. وكنا كمان أيضا قد يعني نحن بنقول كلمتنا وقافين عند كلمتنا ما منحيد، وندعوه إلى المناظرة العلنية، قصة من زمان يعني. وفي كل مرة يتهرب حتى لا ينفضح أمره بالمناظرة، قال: زوروا علي الكلام. هو ليش لزور عليك الكلام؟ لا تقول الحق، نحن مناصرين لك، ناصرني هذا. وكلامه هذا الذي فيه تكفيل سيدنا عثمان موجود، نحن بالصوت بالشريط له موجود كمان أيضا موجود عنا، يعني ما نحن عم نحذر من الضلالات. يعني نحن علينا ماذا نفعل يا جماعة؟ أن نحذر ممن يكذب على الله، على الرسول، على الصحابة، وهكذا أيضا، لأنه بالنهاية في آخرة، الآخرة أمام الجميع، وعلى العبد أن يتقي ربه، أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. بس ما بيجوز السكوت على اللي هو بحرف دين الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن نسكت عن ذلك. بالنهاية الدفاع عن دين الله واجب، واجب الدفاع عن دين الله. طب واللي بيسكت؟ بيسكت فلا يلومن إلا نفسه. اللهم نجنا مع الناجين، وأكرمنا في دنيانا، في قبرنا، في آخرتنا. بس بدي أقول لكم حادثة يا جماعة جرت مع أحد الصالحين، بيقولوا له أبو علي الروزباري رضي الله عنه، أنه ورد عليه جماعة من الفقراء. شوفوا شو العمل المنيح بقربنا إلى الله عز وجل. اجوا فقراء، تستعفوا شو كانوا يستعملوا كلمة فقراء، يعني مريد، يريد السلوك. هاي دول كان في مشايخ فيما مضى يسلكوا. قال اجوا لعندي جماعة من الفقراء بدهم يسلكوا، فاعتل واحد منهم، يعني مرض، وبقي في علتي أياما، فمل أصحابه من خدمته، تركوا يعني، هذا خدموا شوية بعدين يعني مثل بقولوا زهقوا منه. وشكوا ذلك إلى الشيخ أبي علي ذات يوم، فخالف الشيخ نفسه. قام أبو علي شو قال؟ أنا بنفسي تركوه، أنا بنفسي سأتولاه، مثل ما كان سيدنا أحمد الرفاعي، وحلف ألا يتولى خدمته غيره، فإذا تولى الخدمة له بنفسي أياما، ثم بعد فترة مات الفقير. قلت لكم شو معنى الفقير؟ فغسله بيدي وكفنه وصلى عليه ودفنه. فلما أراد أن يفتح رأس كفني، لأنه من السنة بس تحطوا الميت بالقبر تفتح عن وجهه، فتح لما أراد إضاعه وحطه بالقبر، فتح رأس كفانه عند الضجعة في القبر، قام شاف عينيه مفتوحين، عيناه مفتوحتان إليه وهو ينظر إليه، قام طلع قال له: أنت على قيد الحياة ولا ميت؟ قال له: يا أبا علي، نصرك الله تعالى كما أنك نصرت نفسك في مخالفتك لنفسك. هيدي شو تعتبر كرامة لهذا؟ طيب هذا كيف نالها؟ نالها بما هو التزام شريعة الله. قال له: نصرك الله بجاهي كمان، قال له بجاهي كمان أيضا، ولطف الله بك. نسأل الله تعالى حسن الختام والوفاة على كامل الإيمان. إنما الدنيا بلاغ، ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ليس لطالب فيها كل يوم غير قوت، كل من عليها عن قليل سيموت. ما جاء من ذلك أيضا، فما كان لنا إلا أن نتعظ ونعتبر. والله أكبر.
الخير انتهى المريد اللي هو يريد السلوك